مرحبا، ربي يبارككم. معي برنامج اسمه درايفر بوستر. هيدا بيعمل ابديت لكل درايفر للدرايفرات اللي عندك بالكمبيوتر. بتنزل البرنامج من الديسكريبشن، بتفوت على البلوجر، ومن البلوجر بتعمل داونلود للابليكيشن. هي بصيغة رار، بتعمل اكستراكت وبتعمل للـ EXE install. اوكي، هون عم بيسألك اذا بدك تنزل برنامج تاني حماية، بتعلم على العلامة البيضاء، بس انا قلت له لا، قلت له install. طيب، هون في شغلة انه هيدا البرنامج بس بيمشي على 3.4، هيدا مع السيريال النمبر، بس مع درايفر بوستر 3.4 بس. بدك تطفي الانترنت حتى ما يعمل ابديت. اوكي، بعد ما تعمل تطفي الانترنت بتعمل انستول. هون اذا بدك تشتري البرنامج فيك تعمل سبسكرايب، بتعمل بتحط الايميل تبعك وبتعمل سبسكرايب. اكيد بدك تدور الانترنت. هون نحنا بدنا نعمل له انستول بس بلا انترنت، لانه بس بيمشي على هيدا الاصدار حتى ما يعمل ابديت. انا ما عملت سبسكرايب هون. give up my gift run driver booster. اوكي، هون عم بيشتغل، هو ما لازم يشتغل هلا بلا انترنت. بدنا نشغل انترنت كرمال يعمل ابديت للدرايفرات يلي بالكمبيوتر. طيب، هون منفوت عم manage license. اوكي، هون في عندك خانة بيضاء، اكيد بالرار في document فيه serial number. اوكي، هيدا الفايل اللي كانوا برار. بتفتح الدوكيومنت، تعمل كوبي للسيريال وتحطه بالمانج ليسنس. مانج ليسنس كي اكتيفيت. اوكي، the license has been activated successfully. بتبس اوكي. هلا هون بدك تشغل الانترنت كرمال يعمل سكان، يشوف الدرايفرات عندك بالكمبيوتر كرمال يعمل لك ابديت. هيدا البرنامج فيك تعمل باك اب للدرايفر تبعك، فيك تعمل بيعمل كمان ريستور قبل ما ينزل الدرايفر، بيعمل بوينت ريستور قبل ما ينزل الدرايفر. اوكي، هلا فرجيك هون باعلى الشاشة فيك تعمل باك اب للدرايفر وريستور. انا كنت منزله قبل هيدا البرنامج، عشان هيك مش مبين عندي درايفرات من عمل لهم ابديت. هون فيك تطلع على السيتنجز تبعه، ومن هون تول كيت. اذا عندك مشكله بالواي فاي، عندك مشكله باي درايفر، ممكن يصلح لك اياها. وهون سيستم ريستور، وهون درايفر باك اب. هون فيك تنقل الدرايفر اللي بدك اياه وتعمل له باك اب اذا بدك تنزله خارج الابليكيشن. تعمل له باك اب وبتنزل الدرايفر من برا، وإذا زبط زبط، ما زبط بترجع تمحي الدرايفر وبتنزله تبعه المزبوط. مرسي، ربي يبارككم، باي باي.